احنا عرفنا اذا كتبنا الاوبجكت داخل اندكس اوف بيعطينا الاندكس ماله، نفس ما شفنا 25 اعطوني الاندكس ماله. مثلا خلينا نقول 40.4 ما نعرف الاندكس ماله زين، او خلينا نقول انا اني اشوفها 1 ولكن هي 2، عشان اتاكد نخليها في نفس الميثود زين. خلينا نغير هنا 40.50 ونشيل هالسطر. شنو طلع لي؟ طلع لي 2 زين. فبهالطريقة عرفت الاندكس مالي. زين خل الحين نبي شيء بالعكس. مثلا الحين مفترض اللينث مالنا او الكاباسيتي لحد 6 زين، فخمسة استخدمناهم اوريدي زين، فنبي نعرف شنو موجود في السادس زين. شلون نقدر نعرف هالطريقة؟ باستخدام get زين. فشنو بنقول له؟ خلي هني نغير الكتابة get the element in depth. اوكي لازم نضيف شغلة ثانية علشان نقدر نروح الديك 6 اللي هو list dot add. خلنا نحط اي شيء 45 اللي هو سيمي كولوم زين. الحين هاي 6 مفترض، خلنا نروح عندك 7 مفترض هني صار شنو expand حق ال حق ال هاي. اوكي هاي قاعد بالضبط بلك اللينث 7 انت ما تقدر تخلي. زين خلنا نكبر اللينث عشان بس نشوف. خلينا نحط اللينث 10 زين. وشكل اللينث قاعد يكبر بالهاي. شوفوا شلون يستغلون الميموري، يستغلون الميموري لابعد شيء. الشيء اللي ما فيه شو اسمه element يصغرونه، علشان ليش يستغلون يعني اقصى يعني efficiency كلش عالي. شوفوا انا حطيت سايز 10 زين، ولكن اذا اروح عندك 7 يقول لي شو اسمه لحظه ايه سايز 10 مثل ما تشوفون efficiency وايد عالي. حتى لو انا خليت السايز 10 ما يحطون شيء يعني ميموري محجوزة كذي على الفاضي، ما يخلونها يعني. شوفوا خلي بروح 7 مفترض 7 موجود صح؟ ما في، مسوين efficiency كلش عالي. انه حتى لو حطيت 10 بعد بيطلع لك شنو ايرور انه 7 مو موجود، اللينث 7 ما في، ما في الشيء اللي انت طلبته. فطريقة الجيت نقدر نعرف شنو اللي موجود عندنا بس باستخدام الاندكس. مثلا عندي الاندكس ولكن ما اعرف شنو اللي موجود. مثلا خلينا نقول اندكس 1 ما ادري شنو موجود فيه زين، فأعطانا 28. بعدين خلينا نقول مثلا أبي أغير القيم، هاي أوريدي أنتم تعرفونها زين. شنو بستخدم؟ طبعا بستخدم set زين. خلينا نقول بغير القيمة إلى شيء ثاني زين عشان يكون شيء جديد علينا. فمثلا يقول الست زين، لازم أكتب الاندكس. خلينا نقول اندكس أول اندكس 0 من مكان أحط فيه انتجر أبي أحط فيه string. خلينا نشوف يصير. مثلا هاي نفس الشيء أكو عادي قاعد يصير.
شوف هني من مكان 25 شنو صار؟ صار هاي. وهني شوف هني بعد شيء المهم انه سوالي ريتيرن حق القيمة ان اشوفها ان انا شلت 25 غيرت مكانها، لان ليش ممكن ساعات يكون بالغلط، فخلوا ريتيرن ان اشوف القيمة اللي شلتها. دائما حق الديليت مفترض يكون هالطريقة. حتى الرموف لو تلاحظون، خلينا نقول انا بسوي رموف حق اخر قيمه اللي هو 454 زين سيستند اوت ليست دوت رموف بنس مشكله هاي بعد نفس الشغله بنخليها بالاندكس زين 454 مفترض تكون اندكس 6 زين هني بخلي بكتب بس ريموف وهو بيكمل لي. تمام ريموف وهو سوالي ريتين حق الاليمنت لان لازم اشوف شنو قاعد ينشال زين. فيوم اشوفه حتى لو مثلا بالغلط او ابي ارجع القيمه اوكي عرفت شنو الداتا اللي صار لها لوز فأقدر أراجعه في أي وقت. تمام هاي كلها يعني حاطين نوع الاحتياطات وفكروا فيها بهالطريقة نخلوا اللوجيك يكون كذي يصير أصلح الديتا في حال أنا خسرتها إزاي. فنسبة حق الرموف الحين لاحظنا أن قدرنا نشكلهم. خلينا نقول أن أنا ما أبدأ أشكل، أنا أبغيها تكون نوع واحد وخلاص، ان مثلا كلهم انتجر او كلهم سترينج زين. شلون اقدر اسوي هالشيء؟ هالشيء اقدر اسوي باستخدام انجل براكت اللي هو كذي زين، واكتب النوعيه اللي ابغيها مثلا سترينج. لحظه خليها بخليها هنا مفترض تكون ايه تمام مفترض تكون عقب الاري ليست زين. شوفوا هني اعطاني ايرور زين، اماكن اللي فيها ارقام كامل ايرور. شوفوا هني ما في ايرور ما في ايرور زين، هني بوليان في ايرور زين. ليش؟ لان انا حطيت سترينج. خلوا احط انتجر. شوفوا انتجر شلون بكتبها، انتجر كلاس مو انتجر العادي زين. شوفوا الارقام الانتجر اوكي زين ثلاثتهم البوليان والسترينج والشارت والدبل اعطانا ايرور. خلينا نكتب دبل دبل كلاس دبل زين. شوفوا هني الدبل شغال اما الباقي كلهم ايرور. خلينا مثلا نكتب شارت. صراحة شارت من قبل ما جربتها، خلينا نشوف وياكم كاركتر شكله ايه كاركتر الكلاس ماله كاركتر زين. فمثل ما شفتوا انه تغير زين. وبعد عندنا بوليان مثل ما شفتوا البوليان. فكذي اقدر احدد الداتا وما احتاج احط ذي الصوبين لانه شنو سوى ابديت حق الجافا القبلي كان يحتاج احطه هني واحطه هني مره ثانيه زين. فهاي تقريبا خذينا الفكره عامه عن الاري ليست شلون يشتغل زين، شنو الاشياء اللي فيه. الحين اتوقع صار وقت ان احنا نسوي الاري ليست بنفسنا، نحط كل هالميزات اللي قدرنا نحطهم هني احنا نسويها ونحط فيه بالضبط.